طيب عندنا دلوقتي فقره تحليليه لمشوار فرق الاهلي طبعا في العاب الصالات خلال الموسم الحالي، سواء بنتكلم يد سله طايره وغيره، وماتشات كتيره جدا يعني شغاله هنتكلم عنها مع ضيفنا العزيز جدا والمتالق احمد رشاد الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهوان، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. منورنا يا رشاد، ودايما بنسعد بوجودك معانا لان انت بتعرفنا كل كبيره وصغيره وكل تفاصيل العاب الصالات، ويا محلى العاب الصالات في النادي الاهلي. تعال نبتدي الاول بكره اليد، تعال نمشي رياضه رياضه، ماشي الحال عشان ما نتلخبطش والموضوع ما يوسعش مننا. تعال نبتدي بكره اليد وتحديدا كره اليد سيدات، لان كمان من كام يوم كان في ماتش مهم جدا ليهم مع طبعا فريق الزمالك وفازوا فيه بنتيجه 26-22. أكيد المشوار بقى عموما مش بس الماتش ده، شفته ازاي؟ لا هو مباراة كانت طبعا صعبة، لكن قدر طبعا النادي الاهلي ان هو يحقق الفوز. هي دايما بتبقى مواجهات النادي الاهلي مع نادي الزمالك بتكون صعبة، لكن طبعا خبرة اللعيبة وخبرة طبعا الجهاز الفني بقيادة طبعا الكابتن محمد عادل قدروا ان هم يحسموا المباراة بنتيجة 26-22. المباراة كانت قوية. عندنا في النادي الاهلي بصراحة لعيبة مميزة جدا في فريق اليد السيدات. النادي الاهلي في كرة اليد السيدات ماشي بشكل كويس جدا في الدوري بالعلامة الكاملة حتى الآن، محقق طبعا الفوز في كل المباريات اللي خاضها، كان طبعا اخرهم طبعا مباراه النادي الزمالك. النادي الاهلي عنده 42 نقطه من كل طبعا المباريات. مباراه مهمه الفتره اللي جايه، عندك طبعا مرحله ثانيه، المرحله الثانيه او المرحله النهائيه اربع فرق، هيكون طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك. لسه طبعا ما اتحسمش الفرقتين التانيين سواء من الشمس او من سبورتنج او من الصيد او سموحه، ده هيتحدد طبعا بعد ايه انتهاء دوري المرتبط، لان طبعا في فرق قريبة في القصة، فأنت لسه ما قدرتش تحدد الفرقتين التانيين، إنما خلاص الأهلي والزمالك موجودين من ضمن الأربع فرق اللي هم هيخلصوا المرحلة النهائية من الدوري. عندك الشمس، سبورتين، سموحة، الصيد، اتنين منهم هيكملوا، في اتنين منهم هيكملوا، لكن الأقرب سبورتينج والشمس. فان شاء الله النادي الاهلي يتوج باللقب، لان النادي الاهلي طبعا حامل اللقب الموسم اللي فات. بمناسبه طبعا مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك في دوري كره اليد سيدات، انت النادي الاهلي قدر في اقل من 3 شهور ان هو يحقق الفوز على نادي الزمالك بنتيجه 7-0. في اليد رجال طبعا كسب مرتين سواء في الدوري في اخر طبعا مباراه في الدور الاول من الدوري، وكمان في السوبر، وقدر ان هو النادي الاهلي يتوج باللقب. كمان اليد سيدات كسبوا الزمالك مرتين رايح جاي في الدوري. السله رجال محققين الفوز على الزمالك ثلاث مرات، فكده النادي الاهلي يحقق الفوز على نادي الزمالك بنتيجه طبعا 7-0. كل التوفيق لليد سيدات. اليد سيدات عامل شغل مميز جدا. احنا بنتكلم على فوز قد ما بنتكلم على سيطره. طبعا. لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ كريم، ان النادي الاهلي في كل الالعاب والله ملك البطولات الحقيقيه، ملك الصالات. يعني النادي الاهلي لما في اقل من ثلاث شهور في ثلاث العاب بس محقق الفوز 7-0 على نادي الزمالك. فلسه اللي جاي ان شاء الله اصعب، لان طبعا المراحل النهائيه احنا في البدايه طبعا الفرق بتبقى الدور التمهيدي بيبقى مش اقوى زي المراحل النهائيه، لسه اللي جاي طبعا اصعب، لكن احنا كلنا ثقه في فريق كره اليد السيدات ويتوجوا بكل الالقاب. عندهم طبعا نص نهائي كاس مصر امام سبورتنج، فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق اللقب، لان احنا طبعا ماتش صعب جدا، لان النادي الاهلي هو حامل اللقب الدوري الموسم اللي فات وبطوله كاس مصر، فطبعا جمهور النادي الاهلي مش هيقبل الا بالبطولات مره ثانيه ويحققوا موسم استثنائي زي الموسم اللي فات. طيب احنا يعني بنتكلم عن يد وسله وطايره، خلينا نروح للسله شويه، كنا لسه بنتابع مباراه يعني الاهلي والطيران، وعندنا لسه شوط كبير جدا من المنافسات القويه، وزي ما بيتقال دايما كل ما بتخرج من موسم قوي كل ما الموسم اللي بعده بيبقى اشد تنافسيه وبيبقى عليك مسؤوليه اكبر. صح. فده بينطبق بقى زي ما انت قلت في بدايه الحلقه على كل العاب الصالات في النادي الاهلي. الحقيقه ما فيش رياضه يعني مقصره، فعلا كله بيعمل اللي عليه وكله بيأدي زي ما يقدر. فخلينا نطمن كمان على كرة السلة، سواء هنا بنتكلم رجال أو سيدات يعني. خلينا نتكلم في البداية أن الفضل اللي فيه الألعاب الجماعية طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي اللي لم يبخل على الألعاب الجماعية
بالتدعيمات من بداية الموسم. صحيح. ومش بس كده، احنا النادي الأهلي واللي انا اعرفه ان في كمان تدعيمات ان شاء الله في يناير، بس طبعا مش هنقدر نتكلم في التدعيمات القوية اللي النادي الأهلي شغال عليها الا طبعا الإعلان الرسمي، لان احنا بنمشي طبعا ورا الإعلان الرسمي، لكن في تدعيمات قوية لم يبخل بالدعم من بداية الموسم بس، ولكن في يناير في تدعيمات قوية جدا لكل الألعاب، وهو ده اللي عمل طبعا الطفرة الكبيرة سواء في الموسم اللي فات او الموسم الحالي. فريق السلة رجال طبعا جهاز فني محترم بقيادة طبعا أجوستي الساحر، وعندنا لعيبة مميزة بصراحة. بدأ النادي الأهلي بمباراته طبعا أمام الطيران في الدور التمهيدي، الأهلي حامل اللقب. مباراة امبارح بصراحة شهدت تألق كبير جدا من عدد اللعيبة، سواء إيهاب أمين أو عمرو الجندي أو عمر عزب اللي عودته طبعا كانت مهمة، أو المحترف طبعا عيسى. يعني أنت عندك هو كمان لو اتكلمنا انت القوام الرئيسي بتاع منتخب مصر من داخل النادي الاهلي بطبيعه الحال، فمباراه النادي الاهلي بطبيعه الحال في كل حاجه كل الرياضات في كل الرياضات. فانت عندك مباراه الاهلي ومباراه الطيران كانت مباراه قويه، قدر النادي الاهلي يحقق نتيجه الفوز بنتيجه طبعا 86-57. دي اول مباراه في الدور التمهيدي، كلنا ثقه في كتيبه طبعا اجوستي رجال السلة في النادي الأهلي، عندهم طبعا ماتش العودة يوم الخميس بإذن الله، وبعد كده المرحلة اللي جاية اللي هي تبقى المرحلة المهمة والأصعب. انت عندك طبعا منافس قوي زي نادي الاتحاد وعندك نادي الزمالك، لكن كلنا ثقة في رجال السلة، عندك لعيبة مميزة يقدروا يصنعوا الفارق مع النادي الأهلي. عندك إصابات أيضا صح، احنا عندنا إصابات ده اللي احنا هنتكلم عنهم بصراحة، وهم إصابات قوية ولاعيبه مهمه جدا. زهران عمرو زهران طبعا رباط صليبي هيخضع طبعا لعمليه جراحيه اصعب تقريبا الاصابات الفتره اللي جايه، فضلوا طبعا ان هم العمليه تتعمل هنا في مصر علشان عوده اللاعب بسرعه، لان اللاعب طبعا لو سافر بره في اجراءات وفي تاشيره وفي حاجات بتخلص كتيره جدا، لكن المعلومه اللي عندي ان هو هيعمل العمليه خلال الايام اللي جايه ان شاء الله على خير. مؤمن طارق خيري ده برضو الاصابه اللي كانت قويه، دي إصابة هيغيب طبعا لمدة شهرين، كسر في أنقل القدم. يعني إصابات قوية طبعا للفريق، هو سقف الإصابات صراحة. عمرو زهران طبعا كان اتصاب مع منتخب مصر في البطولة العربية اللي توج بها منتخب مصر، إصابة كبيرة، وطبعا أنا بالنسبة لي كانت صدمة إصابة عمرو زهران أو بعدها مؤمن طارق خيري. إحنا بنتكلم إن دول مستقبل النادي الأهلي، دول شباب النادي الأهلي اللي دايما النادي الأهلي بيعتمد على المستقبل اللي هيكون مستقبل للنادي الاهلي في كل البطولات. صحيح. طيب تعال نقف شويه عند صاحب هذا الاسم اللي ابتدى يتردد كتير في الفتره الاخيره، واللي دايما لما بيتقال مقترن بيه كتير قوي من التقدير من قبل كل الناس، أوجستي بوش. صحيح. انعكاسات قدومه للنادي الاهلي وصلت لفين؟ لان هو بسم الله ما شاء الله احنا دايما بنتكلم عن نجاحاته. احنا اتكلمنا عن نجاحاته، ويمكن دلوقتي احنا عندنا 3 مدربين اسبان، يعني مش الاسباني اجوستي بس، انت عندك الاسباني ديفيد ديفيز والاسباني مونزو لفريق كره اليد رجال وفريق كره الطايره رجال. فانت عندك المدرسه الاسبانيه احنا اتكلمنا اكتر من مره عنها قبل كده ان هي نجحت بشكل كبير جدا وناجحه مع النادي الاهلي حتى الان، سواء طبعا في اليد رجال بيحققوا البطولات الموسم اللي فات، سواء في السله رجال بيحققوا كل البطولات. واجوستي من مدرب محترم، يعني انا دايما بقول على اجوستي ان هو ساحر، قدر ان هو يصنع الفارق مع النادي الاهلي، خلى فيه روح مع لعيبه النادي الاهلي، بنشوف اداء قوي دايما، بنشوف الكوارتر الثالث والرابع لاجوستي بيبقى مختلف جدا. انت بتبدا البدايه في الكوارتر الاول والكوارتر الثاني بتبقى البدايه متوسطه، لكن بنشوف اجوستي او تعليمات اجوستي خلال طبعا بين الشوطين بنشوفه في الثالث والرابع بينجح بشكل كبير جدا ان هو بياخد المباراه ليه طبعا نتيجه كبيره، زي ما حصلت امام الطيران وحصلت قبل كده في ماتشات كتيره سواء امام طبعا الاتحاد او نادي الزمالك. فاجوستي صنع الفارق بصراحه مع النادي الاهلي، محقق كل البطولات مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، يمكن خسرنا حاجات بسيطه لكن محقق انجازات ولسه مكمل، راجل عايز يعمل مستقبل مع النادي الاهلي، موجود مع النادي الاهلي. ويمكن اقول حاجه مهمه جدا، ان الراجل ده هو بيحب النادي الاهلي وعايز يكمل في النادي الاهلي، يعني حتى لما اتعرض عليه تدريب في حتت يعني
مش عايزين نتكلم برضو في جوه تفاصيل، مصر ولا براها؟ جوه مصر وبره مصر، مش عايزين نتكلم في تفاصيل لان احنا دايما هنا على قناه النادي الاهلي لو اتكلمنا في اي حاجه فاحنا بنتكلم عن الرسمي، الاعلان الرسمي لما النادي يعلن. لكن المعلومه اللي عندي ان الراجل بالرغم ما بالرغم ان هو اتعرض عليه عروض رفض وعايز يكمل في النادي الاهلي. جميل. بالنسبه طبعا احنا عايزين نتكلم عن نقطه مهمه جدا بالنسبه طبعا المدرسه الاسبانيه، اليد رجال، يعني اليد رجال اللي محققين بصراحه الفوز في كل المباريات. الاسباني ديفيز عامل بصراحه شغل محترم مع النادي الاهلي. انت عندك فريق، واحنا اتكلمنا في ده قبل كده وقلنا انت عندك فريق او النادي الاهلي عمل فريق مدعم بعناصر الخبره وعناصر الشباب يقدر ان هو يستحوذ على كل البطولات خلال الفتره اللي جايه. محققين طبعا الفوز في كل طبعا المباريات، محققين دلوقتي 45 نقطه في طبعا صداره الدوري. عندنا طبعا الفترة اللي جاية هيبقى فيه طبعا هو في إيقاف من الفترة اللي فاتت لكل المسابقات المحلية. عندنا الفترة اللي جاية بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتستضيفها مصر، بيشارك طبعا لعدد كبير جدا مع المنتخب. لسه طبعا القائمة النهائية، لكن في قائمة منتخب مصر انت عندك 6 لعيبة من النادي الأهلي راحوا طبعا لعبوا منتخب مصر بطولة طبعا الدوري الذهبي، قدروا ان هم يفوزوا في مباريتين واتغلبوا من الدنمارك، لكن كانت استعداد قوي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. فريق كرة اليد بصراحة نقدر نطمن عليه خلال الفترة اللي جاية، واللي دايما بقول ان انا اطمن جمهور النادي الأهلي على فريق كرة اليد سواء رجال او سيدات وكل الألعاب. يعني احنا لما بنتكلم على لعبة انا بقول اللي بشوفه على الواقع، وبشوف ان النادي الاهلي فعلا ناجح خلال الفتره اللي فاتت في العاب الصالات ومحقق كل البطولات. حلو جدا الكلام ده. طيب انا عايزه اروح معاك برضو لنقطه، ودي ما كانتش موجوده قوي او ملحوظه يعني بالشكل اللي هو دلوقتي نقدر نتكلم فيه. فعلا انت بتتكلم بقى عن يعني العاب الصالات، لكن تيجي تقول رجال وسيدات مش كل الرياضات كانت رجال وسيدات يا كريم. حتى في مصر كلها بنتكلم على مستوى المنتخبات حتى ما كانتش بنفس المستوى. الطفره الاخيره من وجهه نظرك بقى رشاد، ايه اللي حصل علشان نقول كمان ان دلوقتي في عندك العاب صالات تحديدا وان كان حتى داخل النادي الاهلي السيدات فيها كمان افضل بكتير، فالطفره الرياضيه النسائيه دي وراها ايه؟ وراها بصراحه تخطيط ناجح من مجلس اداره النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي اللي دايما بنتكلم عليه هو قطاع الناشئين والناشئات. على فكره الطفره دي نقطه مهمه، قطاع الناشئين على فكره الناشئات الطفره دي مش موجوده في الالعاب الجماعيه بس، هي موجوده كمان في الالعاب الفرديه وموجوده في كره القدم. احنا عندنا فريق في كرة القدم في الكرة النسائية بيحقق الفوز بصراحة حتى يعني في الدوري ماشي بشكل كويس جدا، محقق الفوز في كل مباراته إلا خسارة طبعا في مباراة واحدة. كنت امبارح بتكلمي بالتفصيلة بتاعت كرة القدم النسائية، كويس كلام ويرطب على القلب. لا بصراحة فريق الكرة النسائية في النادي الأهلي محقق طبعا يعني اللعيبة دي أول مرة يلعبوا طبعا دوري، أنت بتنظم أو بتعمل فريق لسه لأول مرة في النادي الأهلي، فتشوف قد ايه النجاح. انت النجاح مش في الالعاب الاخرى بس، انت كمان النجاح في كره القدم. يعني الطفره النسائيه او النجاح اللي موجود في النادي الاهلي هو مش في الالعاب الجماعيه والفرديه بس، وكمان في الكره النسائيه وبيحققوا الفوز في كل المباريات. فالنادي الاهلي اللي بيلعب في النادي الاهلي هو عارف قيمه النادي الاهلي وعارف قد ايه ان هو عنده حمل كبير جدا وعنده ضغط كبير جدا وعنده طبعا جمهور ما بيقبلش الا بالفوز وبالمركز الاول. صحيح. فاحنا المركز الثاني بالنسبه لنا خساره، احنا ما فيش هو غير المركز الاول في النادي الاهلي. تحقق الفوز الجماهير بتزعل منك، الجماهير كمان بتزعل منك عشان هي متعوده على ده، هي متعوده على الفوز، متعوده على البطولات. بس ده عبء فظيع وضغط مش طبيعي. اكيد اكيد حقيقي. يعني اي لاعب حتى جديد او بينضم للنادي الاهلي او حتى لو لاعب صعد ليه الفريق الاول هو بيشوف ان هو عليه حمل كبير جدا، لكن هو بيبقى مبسوط بده، مبسوط بدعم جماهير النادي الاهلي لان هو عارف ان الجمهور ده بيخاف عليه، عارف ان الجمهور ما بيقبلش غير بالمركز الاول وما بيقبلش غير بالبطولات، فاكيد بيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا لكن بيبقى مبسوط. انا دايما لما بتكلم مع لعيبه النادي الاهلي دايما بيتكلموا ان هم ما بيدوروش غير على الفوز، بيبقى عنده مباراه مهمه هو عايز يكسب. صحيح. وبيكسب بسكور، يعني النادي الاهلي لو كسب بفرق نقطه بيزعل وهو كسبان، يعني مش بس يفوز، عايز يفوز بسكور يفوز بسكور فعلا.
طيب انا عايزه اروح معاك لنقطه يمكن ما اتكلمناش فيها كتير او ما حدش يمكن لفت نظره، بس انا لازم ماشي انا مستعد. يعني ليه ما عندناش في مصر مش بس في النادي الاهلي نسبه من المدربات والمديرات الفنيات النساء؟ عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، ده اللي بيحصل خلال الفترة الأخيرة، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنشوف عناصر فعلاً. هنشوف عناصر مهمة جدا. يعني موجود المدير الفني للنادي الأهلي في الكرة النسائية، كرة النسائية كابتن أميرة، كابتن طبعا. أميرة يوسف. ففي احنا شفنا طبعا خلاص التحكيم بقى موجود عنصر نسائي مهم جدا. كمان في التدريب الفترة اللي جاية في عناصر مهمة جدا إن شاء الله، هيبقى في ألعاب الصالات حاجة بقى في كل حاجة، يعني في كل الألعاب هيبقى في عناصر مهمة جدا نقدر إن احنا نعتمد عليهم ويبقوا مستوى كبير، زي ما بنشوف مدربين طبعا من الرجال بيحققوا نجاحات، هنشوف مدربات هيحققوا نجاحات الفترة اللي جاية بإذن الله. جميل، تعالى بقى نروح شوية لبقية ألعاب الصالات. يعني احنا اتكلمنا بشيء من الاستفاضة عن كرة اليد، ندخل على ايه بقى؟ احنا اتكلمنا عن كره اليد رجال وسيدات، اتكلمنا عن كره السله رجال، السله سيدات برضو ماشيين بشكل كويس جدا، بداوا طبعا دوري السوبر الدور التمهيدي مع الطيران، حققوا الفوز في المباراتين وتاهلوا طبعا للمرحله اللي جايه اللي هي من الدور الاول للدور الثامن. النادي الاهلي هيبدا طبعا اولى مبارياته يوم السبت اللي جاي امام نادي الزهور. النادي الاهلي عنده مباريات قويه جدا سواء قدام الزهور او هليوبلس او سبورتنج او سموحه، يعني وخاصه سبورتنج. يعني انا لو هتكلم عن سبورتنج الموسم ده موسم قوي، قدر ان هو طبعا ياخد منك دوري المرتبط في بدايه الموسم، مدعم قوي جدا، وده النقطه اللي انا اتكلمت فيها يا استاذ كريم دايما مع بدايه الموسم لما كنت مع حضراتكم هنا، قلت ان الفرق كلها دعمت بشكل قوي. الموسم ده صعب جدا، صعب ليه؟ لان كل الفرق، انت الفتره اللي فاتت والفتره الحاليه انت النادي الاهلي بيستحوذ على كل البطولات، بدات الفرق دي ان هي بتدعم وبتصرف جامد جدا وبتجيب صفقات علشان هم عايزين ياخدوا بطوله، ما شايفين قدامهم ان النادي الاهلي هو دايما اللي بياخد البطولات، فبدا يدعم وبالذات سبورتنج، فانت عندك منافسه صعبه جدا. هيبقى موسم مختلف الى حد ما، تنافسيه. موسم مختلف جدا مع سبورتنج، عندك في كاس مصر لعب النادي الاهلي مع مصر التامين وتاهل طبعا لنصف النهائي في مواجهه هليوبلس، الطرف الثاني مين؟ سبورتنج والجزيرة. فانت برضو يعني من قديم الازل طول عمرهم كل واحد فيهم على حده نجم. احنا الموسم اللي فات طبعًا الجزيره في مفاجاه طلعت سبورتنج. فاحنا انت عندك برضو لكن المنافسه السنه دي صعبه سواء في دوري السوبر او في كاس مصر، لكن ان شاء الله كلنا ثقه، عندنا لعيبه مميزه، عندنا جهاز فني بقياده الكابتن طارق خيري، عندنا طبعا لعيبه متصعده من قطاع الناشئات لفريق السله، فكلنا ثقه ان شاء الله باذن الله يحققوا كل البطولات. ده بالنسبه طبعا للطايره سيدات. طايره رجال صراحه الطايره سيدات لعبوا طبعا حوالي عندهم طبعا دلوقتي 42 نقطه من 14 جوله، محققين الفوز طايره سيدات في كل المباريات. فالنادي الاهلي طبعا الفتره اللي جايه او الكره الطايره سيدات هيوقفوا طبعا بمناسبه طبعا تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية اللي هتستضيفها مصر، ففي إيقاف لمدة شهر، ده بالنسبة للطايرة سيدات. لكن أقدر برضو أطمن كل جماهير النادي الأهلي على فريق الطايرة سيدات، الكابتن إبراهيم فخر الدين عامل شغل محترم جدا، النادي الأهلي ما بخلش على الفريق بأي شيء، في تدعيمات قوية إن شاء الله بإذن الله، وموجود في تدعيمات قوية في الفريق، فإن شاء الله بإذن الله يقدروا يحققوا الفوز في كل المباريات اللي جايه. النادي الاهلي طبعا كان اخر مباراه ليه امام نادي الشمس امبارح، حقق الفوز بنتيجه 3-0، دي خلاص كانت اخر مباراه، زي ما انا قلت لكم ان الدوري هيقف بالنسبه للطايره سيدات لحد ما طبعا يحددوا المرحله الثانيه باذن الله من الدوري السيدات. الطايره رجال مع الاسباني منزو، اللي عاجبني بصراحه الاسباني منزو لان هو شغال شغل مختلف، شغال بفكر ان هو عايز ما يبقاش عنده عناصر الخبره بس في الفريق، وعايز يبقى عنده عناصر الخبره وعنده مجموعه من الشباب شبابية. فده الشغل المحترم، لما حتى بنشوفه يعني يمكن عمل النادي الاهلي كان في مباراه وديه مع السوحلي الليبي، شفت ان هو بيدي كل اللعيبه ما بيخليش حد موجود على الدكه،
هو بيشارك كل اللعيبه لان هو عايز يشوف كل اللعيبه. فناجح مع النادي الاهلي، لعب طبعا 10 مباريات، عنده 30 نقطه، محقق الفوز في كل المباريات، لكن نتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه لان اكيد الفتره اللي جايه صعبه. هي الدور التمهيدي دايما بيبقى مش صعب زي طبعا المراحل اللي بعد كده او المرحله النهائيه، لكن شغله واضح مع بدايه الموسم، شغله واضح، بيشارك كل اللعيبه. فبنشوف دلوقتي في المباريات عناصر طبعا من الشباب وعناصر من الخبره. هو الميكس ده هو ده اللي بينجح اي منتخب واي فريق حقيقه. صحيح يعني. انا هو انا بس عايز اعلق على حاجه يا رشاد لو تسمح لي، لان عدت كذا مره قبل ما اللقطه تروح. طبعا احنا بنشاهد مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه التتويجات المختلفه للرياضات، رياضات الصالات المختلفه، وطبعا تحديدا انا هتكلم عن لقطه سياده الوزير العمري فاروق اللي من قلبنا من قلبنا بجد بنقول ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة. هذا الرمز المحترم بجد على المستوى الشخصي، ملوش علاقة حتى بفكرة عضو ولا نائب مجلس إدارة النادي الأهلي، أنا بتكلم كمستوى إنساني. هذا الرجل شخص جميل ومحترم وذوق، وربنا يقومه بالسلامة لأن هو ليه يعني ناس كتيره بتحبه، ليه اهله وليه ولاده، ربنا يقومه بالسلامه. وعلى فكره محبين مش بس من 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 الاهلاويه، ده اهلاويه وزملكاويه وكل الفرق. احنا شفنا كم الحب لمعالي الوزير العمري فاروق في الفتره اللي فاتت، فربنا يقومه بالسلامه. يا رب. كان داعم كبير جدا والله طبعا. وموجود مع كل الالعاب. صحيح. ودايما بنلاقيه في كل التتويجات، وكنا دايما بنلاقيه مع كل الفرق، حتى يعني كل بصراحه النادي الاهلي زعلان عليه وكل الفرق في النادي الاهلي، فنتمنى له ان هو يقوم بالسلامه باذن الله. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. اتفضل يا رشاد. احنا وقفنا بقى يعني في كلامنا اكتر من مره، يعني كان لازم نقف عند التفصيله دي، فكره المدرسه الاسبانيه. صحيح. وانت قلت ان احنا عندنا للمدرسه دي ثلاث عناصر موجودين كمدراء فنيين في رياضات مختلفه في النادي الاهلي. النجاح بتاع المدرسه دي او المحققه المدرسه الاسبانيه مع لعيبه النادي الاهلي، مع النادي الاهلي بشكل عام، عناصره ايه؟ يعني هل تكنيك التدريب؟ هل ان هم بيعتمدوا اكتر على مثلا، او بيعتمدوا الى حد كبير على برضو العنصر النفسي في التعامل مع اللاعبين؟ يعني اكيد في برضو مفاتيح معينه، مش معقوله النجاحات دي كلها بالصدفه. صحيح. ايه عناصر النجاح؟ خليني برضو قبل ما اتكلم في النقطه دي اللي انا كنت لسه بتكلم مع نواند فيه، ان النادي الاهلي الفتره الاخيره في كل الالعاب بصراحه الشغل المحترم اللي معمول، ان هو موجود عناصر شباب وعناصر طبعا خبره، ده سبب النجاح في الفتره الاخيره، لان انت عندك طبعا شكل مختلف، عندك عناصر من الشباب عايزين ان هم يعملوا حاجه وعايزين ان هم يدوا طبعا للنادي الاهلي. لكن نروح بقى للمدرسه الاسبانيه، فانا شايف ان من وجهه نظري النجاح الكبير الشغل المختلف اللي عاملينه المدربين الفنيين مع لعيبه النادي الاهلي. مختلف ازاي او مختلف فيه؟ مختلف لان انت بتلعب كل الناس، بتدي لكل اللعيبه، شايف ان انت بتطور من اداء كل لاعب. يعني انت اللاعب اللي مثلا بيبقى بقاله فتره مثلا مش بيشارك، انت بتعتمد عليه وبتخليه ان هو يشارك فيكسب الثقه وان هو يقدر يدي للنادي الاهلي. وبكلهم كمان فورمة زي ما الحب. يعني انا بشوف دايما من وجهه نظري ان اللعيبه، سواء احنا عندنا طبعا ثلاث فرق، كرة اليد رجال وكرة الطايرة رجال وكرة السلة رجال، اللي فيهم المدرسة الأسبانية. شايف كم الحب من لعيبة النادي الأهلي للمدير الفني؟ بنشوف ده كمان في التتويجات، إن هم قد إيه فرحانين مع المدير الفني، المدير الفني فرحان بيهزر مع اللعيبة. فده الشغل اللي بصراحة شغل، ده غير الشغل الفني. يعني احنا بنتكلم على الشغل زي ما حضرتك قلت يا كريم، الشغل النفسي، ان انت بتتلاعب قد ايه مع، يعني بتعمل قد ايه مع اللعيبه، على الجانب النفسي بتشتغل اكتر من ان انت بتقدر ان انت تديله طبعا تعليمات فنيه في الملعب، بتديله طبعا شغل مختلف. عندهم طبعا مدرسه اسبانيه لما نجحت مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ده طبعا في الاسباني اجوستي قدر النادي الاهلي بعد كده يجيب ديفيد ديفيز في كره اليد، قدر طبعا يجيب الاسباني مونزو اللي عامل شغل برضو محترم مع فرقه كره اليد كره الطايره رجال. لكن خلينا برضو الفتره اللي جايه هتبان اكتر للمدرسه الاسبانيه. اجوستي طبعا ناجح مع النادي الاهلي، ديفيد ديفيز ناجح مع النادي الاهلي حتى الان، لسه طبعا ما شفناش مونزو او لسه ما حققش بطولات مع النادي الاهلي، لكن مصر ان هو يعمل مستقبل مع النادي الاهلي.
طيب رشاد، هو الوقت بيخلص بس يعني انا عارفه انت بيبقى عندك دايما حاجات شويه حصري، في اي حصريات النهارده قبل ما نختم؟ والله هو في حاجات حصري كتير جدا، لكن زي ما انا قلت في بدايه اللقاء اللي نقدر نقولها يعني، لا اللي انا قلت لان برضو هو في تدعيمات قويه يعني في الفتره الجايه على كل الرياضات ان شاء الله باذن الله، في تدعيمات قويه، لكن هننتظر برضو الاعلان الرسمي طبعا. لان انا قلت في بدايه اللقاء وكنت عايز اوضح واشكر مجلس اداره النادي الاهلي على الدعم الكبير، ان هو ما بخلش على النادي الاهلي في تدعيمات الالعاب الجماعيه في بدايه الموسم، لا بيدعم كمان في يناير. يا سلام لو كل الناس تعمل زي رشاد كده وتستنى الاعلان الرسمي من النادي الاهلي، كانوا وفروا علينا فرهده كبيره جدا. لا احنا بنلتزم يعني الواحد بيبقى اكيد عارف حاجات كثيره جدا، لكن لازم التزم بالاعلان الرسمي للنادي الاهلي أكيد. لان هو النادي الاهلي ده في ملف كره القدم في اوقات سابقه كان في كلام كتير وناس وتاكيدات والخبر الحصري عندي وخد مني الجديد وحاجات زي صح. كده ده سيستم النادي الاهلي، واحنا لازم نمشي ورا سيستم النادي الاهلي. صحيح. فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله ويفضل دايما في الصداره، وطبعا سعيد ان انا موجود معاكم طبعا في 10 الصبح، واحنا كمان وسعداء بالتطوير كمان في ادائك يا رشاد. انت دلوقتي معاك ما شاء الله معلوماتك رائعه جدا في ملف الالعاب الخاصه بالصلاه تحديدا، نورنا ان شاء الله مره تانية ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق ليك. شكرا ربنا يخليك يا نواد، شكرا جدا.